خاف من قلبي عليه وشايلني جوا عينيه اكتر ما انا كنت اتمنى أصغر منك بسنة واتنين وخمسة اتجوزت وشايلة عيل واتنين. ملوش لازمة الكلام ده يا ماما، ما تنكديش عليا أكتر ما أنا متنكدة. وبعدين كل اللي أصغر مني بسنة ولا اتنين ولا خمسة دول كلهم كوم ومالك كوم تاني. طول عمرها قهراني منها لله. ايوه يا علي، عملتوا ايه؟ طب انا طالعه لكم حالا. ما تقلقش يا ياسر، ان شاء الله خير. ها عملتوا ايه؟ في ايه يا علي؟ ما عملتش تشيك ان في الاوضه اصلا، الماكير والكوافير مستنينها من الساعه 4 العصر ما جاتش. يعني ايه؟ اختفت؟ والناس اللي جوه دول اخش اقول لهم ايه؟ العروسه طفشت؟ هو ده كل اللي همك؟ الناس؟ اهدى بس يا ياسر، طب ما تحاول تكلمها تاني. كلمتها 100 مره على تليفونها من الصبح ومقفول. انا هتجنن، اكيد حصل لها حاجه. ولما تليفونها مقفول من الصبح حضرتك جاي تدور عليها دلوقتي؟ وانا ايش عرفني يا فريده البنات بتعمل ايه في يوم زي ده؟ انا قلت انها يعني مش عايزه ترد على التليفون عشان ما تبوظش الميك اب ولا تكون بتعمل شعرها ولا حاجه. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هروح اشوفها في البيت. تروح فين؟ والناس اللي عازمينهم جوه دول اقول لهم ايه؟ ناس مين؟ يلعن ابو الناس. يا جماعه اسمع اسمع استنى بس، انا لازم اروح معاه مش هينفع اسيبه لوحده. جست ولا ايه؟ منا في ايه؟ انت ليه معادك بتيجي ترقصي؟ انا ارقص؟ لا 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 ما اقدرش، انا بتكسف قوي. تكسفي ايه يا منا؟ امال هتعملي يوم فرحك؟ لا يوم فرحي ده لسه بدري عليه قوي. بدري عليه يا بنتي؟ هو انت مش فاخدتني؟ انت اول ما هتخلصي هتلاقي العرسان عليك قد كده. اه بس انا ما بفكرش في موضوع الجواز دلوقتي، يعني لسه هتخرج واشتغل وانا مش عارفه الاقي شغل ولا لا. ربنا يسهل يعني. يا بختك يا ستي، انا بقى عارف كل حاجه في حياتي بطريقه ممله. العياده اشتريناها وهنجهزها، واول ما اتخرج افضل فاتح بقى العيانين وعايش جواها. ربنا يكرمك. انت سايبنا وبتعمل ايه هنا؟ في 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 بريح رجلي تعبت. منا شوف لنا حاجه نشربها. يا فندم في ايه؟ ريقي ناشف ومش لاقي حد من الويترات، اعمل ايه يعني؟ يلا. حاضر. دعاء انا قلت لك ما ينفعش تكلمي الناس كده، في انا مش فاهمه عملت لك ايه؟ لو سمحتم يا جماعه من فضلكم بليز، تحية كبيرة للدكتور عزم أبو النور
أهم وأكبر دكتور تجميل في مصر والشرق الأوسط. وتحية كبيرة لعروستنا الجميلة القمر الإعلامية الكبيرة رغم سنها الصغير ملك عاصم. مين البنت دي؟ تلاقيها واحدة من صحاب ملك. أنا أول مرة أشوفها. ربنا يسعدها وتملى الفيلا للدكتور بالولاد والبنات الحلوين وبدعيها يا رب. جوزها الأستاذ طارق يطلع زي باباها اللي معروف عنه إن العالم كله في كفة وحبه لأولاده ومراته في كفة. دلوقتي بقى اسمحوا لي أقدم لكم مفاجأة الفرح، هديتي للعروسة، يا رب بس ذوقي يعجبها. هزتين زي البنات دول، مش يمكن يجيلك عريس هاي لايف من رجاله الفرح؟ انا ماليش انا في الرقص والمرقعه دي، سيبنا لي اختي الملك واصحابها. طب يا اختي خليكي قاعده جنبي بشوف اقرتها معاكي ايه. واضح ان مفيش حد جوه يا ياسر. يا ابني انت كده هتكسر الباب. واكسره يا علي، خايف يكون حصل لها حاجه. ايه ده؟ ايه الخبط ده؟ انتوا عايزين مين؟ مفيش حد جوه. احنا بنسال على انسه عايش اللي ساكنه هنا. عايش سابت الشقه ومشي. سابتها امتى وازاي؟ هي عقدها خلص، جت امبارح خدت حاجتها وسلمت عليا انا والولاد ومشي. طب حضرتك ما تعرفيش هي راحت فين؟ لا ما قالتليش. هو انتوا قريبها؟ فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسك ساكة، فرتكة فرتكة راجعني عامل دربكة، غرقني في شبر المية صحني فتحلي عينيا، هديك هديك وتارك وارتحت لو قلت شوية، ومش واحد هيشارك ويشيلك من تحت ايديا، بس انت قعدت تجيب ماما على بسكندرية. اعمل اعلان على يافطة سامحني الناس بتتدلع واسمع كلمات تانية يافطة علشان هتدور وتزعل. انا قلت لك قبل كده لو فتحت الموضوع ده تاني انا هقدم شكوى فيكي عند رئيس مجلس الاداره واخليهم يطردوكي من الشركه خالص. يا نهار ابيض، هتطردي بنت اختك من الشركه؟ انا ماليش مصلحه في الموضوع ده خالص، انا بس الراجل صعب عليا فقلت اساعده. خليكي بره الموضوع ده خالص يا لولا، اللي انت بتطلبيه ده شيء غير قانوني. انا عشت طول عمري في الشركه دي بتدرب بيها المثل، ومستحيل هشوه سمعتي في اواخر ايامي. طب ما تقفشيش كده يا خالته، خلاص ده فرح مكه برضه. براحتك براحتك يا خالتي. ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي جبتيه ده؟ اتجننتي؟ طبعا اتجننت، بس مش النهارده. اتجننت ما صدقتك. ضايقك قوي اللي انا عملته؟ طب واللي انت عملته فيا مش مضايقك؟ بص ايدك، خلي ليلى تتعدي على خير وانا جاي لك بكره الصبح. بكره الصبح؟ عشان خاطري. ماشي يا عاصم، بس خليك فاكر ان المفاجأة المرة دي كانت غنوة. يا عالم المفاجأة المرة الجاية هتبقى ايه؟ سلام مؤقت. عاصم انت فين؟ مين البنت دي؟ دي دكتورة جات اتمرنت عندي لمدة اسبوعين كده، لقيتها مهملة فمشيتها. الظاهر عرفت ان النهاردة فرح ملك فجت عملت الشو اللي عملته ده، متصورة ان انا هرجعها. دي دكتورة دي؟ ربنا يطمنكم عليها يا فندم، ما تزعليش نفسك. الحمد لله على كل شيء. أنا متشكرة قوي قوي يا دكتورة. متشكرة يا حبيبتي. مش قادرة تمسكي نفسك لحد ما نخرج، شكلها خدت بالها إن أنتِ بتضحكي. هي إزاي مش فاهمة إن العروسة مشيت منهم أصلاً؟ بس بقى وطي صوتك.
مامي مامي هو خلاص ما فيش فرح؟ لوجي انا مش ناقصاك. هو انت بتعمل ايه؟ هو انت لسه بتفكر تكلمها؟ قلقان عليها فريده، خايف يكون حصل لها حاجه. هو انت مش دريان بالفضيحه اللي احنا فيها؟ مش سامع الناس بتقول علينا ايه؟ وانا مش فارق معايا حد يقولوا اللي يقولوا. يا جماعه يا جماعه ما يصحش كده، الناس بتتفرج علينا. هي الناس لسه هتتفرج، ما اتفرجوا وشبعوا تريقه وضحكه كمان. انا غلطانه ان انا سمعت كلامك بلا حب بلا هبل. هو ده اللي فارق معاكي، كلام الناس والفضايح، انما انا وعشق اللي مش عارفين هي راحت فين مش فارقين معاكي. طب لو قلقان عليها قوي كده ما تكلم حد من اهلها عشان تطمن. اه صحيح، ما انا نسيت انك ما تعرف لهاش اهل. فريده يا جماعه ما يصحش تتكلموا مع بعض وانتم متعصبين بالشكل ده. مستني ايه من واحده ما تعرف لهاش لا اصل ولا فصل؟ كل اللي حصل ده بسبب تصرفاتك. في حد عاقل يجيب شبكه بالمبلغ ده لواحده من الشارع؟ اعتريتك وهربت. ده بدل ما تساعديني وتقفي جنبي ونشوف هي راحت فين. تاني هتقول لي راحت فين؟ ما تروح في 60 داهيه. خد تليفونك اقعد كلمها طول الليل يمكن ترد عليك، وانا بقى مروحه بيتي قدرها من الفضيحه. دكتوره فريده، دكتوره فريده. يلا يا لوجي. آسر روح مع اختك وحاولوا تتكلموا مع بعض بهدوء. لو سمحت علي سيبني لوحدي، مش عايز اروح. ممكن تضربيه؟ ايه الجو ده؟ خبطه صغيره كده، عايز اتاكد ان عايش احلى لحظه في حياتي. ياه، وانا بقى مطلوب مني دلوقتي ادار واخو يغمى عليا من الكلام ده؟
والله انت لو دلوقتي هتسهلي عليا حاجات كتير قوي. طارق بقول لك ايه، انا ما بحبش الكلام ده. الله، في ايه؟ انت اتعصبتي كده ليه؟ انا ما اتعصبتش، انا بس ما بحبش الطريقه دي في الكلام. انت مكسوفه مني ولا ايه يا ملك؟ طب ده انا جوزك وحبيبك. حبيبي يا سلام. فاكر لما اتخانقت معايا اول ما تعرفنا على بعض عشان توزيع البرامج؟ اولا بقى انا فاكر كويس قوي ان انت اللي اتخانقتي. ثانيا يا ستي، كنت بتلكك بنكشك عشان نخرج ونحب بعض ونوصل للي احنا فيه ده دلوقتي. طارق بقول لك ايه، ما تخش تغير لغايه ما انا كمان اغير هدومي. احنا كده ابتدينا نتكلم صح. ثانيه هغير وارجع. لا ما تخرجش غير لما اقول لك. يعني ايه؟ هتحبس في الحمام؟ ماشي. موكا ملك، طارق اطفي النور ده. ليه بس يا حبيبتي؟ مش مستحمله راسي هتنفجر من الصداع. طب اجيب لك مسكن؟ لا مش عايزه حاجه، اطفي النور بس، انا عايزه ايه. بدل ما كسر الباب ده على دماغك. في ايه يا ستي؟ ست ده ايه؟ ده انا ارجل منك ومن اللي خلفوك. فين الفرخه يا حرامي؟ يا ستي فرخه ايه؟ مفيش حاجه دخلت هنا. يبقى انا بقى هكسر باب الاوضه دي على دماغك النهارده لحد ما الاقي الفرخه. اهي الاوضه قدامك، دوري زي ما انت عايز. تبقى طفحطاب السم الهاري. طب ورحمه الغالي، ما انا سايبك لما تدفع حقها. يا ستي خدي بالك، انت كده بتتبلي عليا. انا اتبلى عليك؟ اتبلى عليك انت يا صدمان يا عدنان يا اللي العشرة منك بيرش. اعوذ بالله. طب اتفضلي بره. اتفضلي بره. ده ايه؟ انا مش هسيبك الا في الاسم. اسم اسم يا ست انت. شفت ادي انت خفت والخوف نط من ودانك قدامي على الاسم. اوعي. ايوه علي، ها ايه الاخبار؟
طب الحمد لله ان مفيش اخبار في المستشفيات والاقسام. ده خبر كويس. ماشي، اقابلك هناك. سلام. خلاص اهدي، بطلي طريقه التهديد بتاعتك دي. خلاص يا ست، استنيني كمان نص ساعه. سلام. كويس يا منى انك هنا. يلا خلاص اللي في ايدك ده عشان تيجي معايا. ايه ده كله؟ دفتر الست مالك؟ ايه رايك بقى؟ دفتر ده ولا عزومه؟ فطر عرايس، خليهم ياكلوا ويتهنوا. يلا يا راضي، طلع صينيه الرقاق من الفرن، زمان وشها احمر. بالراحه انا جات، ما تتسربعيش، انا لسه بصص عليه. وكمان رقاق هو عيد يوم جواز الست ملك. احلى عيد. دول اتنين لوحدهم، هياكلوا الاكل ده كله امتى؟ خليهم ياكلوا ويتهنوا. بصي على الحمام ده بقى، انا حشيه وسلقاه بايديه، اول ما اوصل عندها اطلع لها جوزين ثلاثه، احمرهم لها يبقى يتحط في الثلاجه وتطلع منه وتحمر. لا 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 لا، الجو ده بلدي قوي، انا مش هاخد ولا حاجه من ده كله. ليه بس؟ ده حضرتك مش هتتعبي في حاجه، انا هاخد الاكل احطه في العربيه واطلعه لغايه شقتها كمان. انت لوحدك مش هتقدري تشيلي الاكل ده كله. لا، ما انا جايه معاكم طبعا، ازغرط لها وافرحها في شقتها. دي ست ملك، دي غلاوتها من غلاوه منا، دي تربية ايدي. خسارة الأكل ده كله بعد ما اتعمل. طب خلاص، بس خلصوا بسرعة بقى. إلهي ربنا يتمم لها بخير ويفرحك بيها وبعيالها وعيالها عيالها. يلا يا راضي، طلع صينية الرقاق من الفرن لا تنشف. يا دي الرقاق، ما تسيبك بقى من الرقاق وتزغرط لنا زغروطة حلوة بالصلاة على النبي. بس كده؟ انت اللي بتستني يا استاذ اسر. ده انا اللي كنت هتصل بيك النهارده عشان اسالك هي فين يا متر. دي فجاه خدت بعضها ومشيت من غير ما تعتذر او تستاذن او اي حاجه. دي لولا ما جايني من طرف صديق عزيز زيك، انا كان زماني خدت اجراءات ضدها. تاخد اجراء ضدها ليه؟ هي عملت ايه؟ عيش، هي اللي كانت مسؤوله عن المكتب، يعني كل اسرار المكتب معاها. لما فجاه تاخد كل اوراقها وكل اللي ربطها بالمكتب وتمشي، تفسر ده بايه؟ انا شخصيا ما عنديش تفسير. طيب يا باشمهندس، متشكرين جدا. شكرا. شرفت ونورت. الله يخليك. مع السلامه. يلا يا اسر. وبعدين يا علي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ شكلك فاهم ومش عايز تتكلم. فاهم ايه يا علي؟ انت اتنصب عليك يا متر. ايه ده؟ انت صحيت ولبست؟ ايوه، وخارج كمان. خارج فين؟ انت نسيت مشوار ملك ولا ايه؟ نسيته ازاي؟ فاكره طبعا، بس هعدي على عياده الاول علشان في مريض كان عامل عمليه وحصلت له مضاعفات. هطمن عليه وهحصلكوا عند ملك. واللي يوصل الاول يستنى التاني عشان نطلع كلنا سوا. طب حاول ما تتاخرش. حاول انتوا ما تتاخروش. عشان انا اعرفكوا كويس، على بال ما تلبسي وتصحي البي مازن يكون المغرب جه. يلا. سلام، صحيه دلوقتي عشان نكسب وقت. مازن ده عاوز موظف ياخد مرتب يصحيه كل يوم، وبرضه مش هيقدر يصحيه وهيترفض. يا مازن، يا مازن، يا مازن، حرام عليك، صوت اتنبح بقى. ايوه ماما، انا صح اهو، صح. دي تالت مره اقول لك اصحى وتقول لي صحيت، قوم بقى. عايزه مني ايه؟ خير؟ مش هتيجي تبص على اختك وتسلم عليها في شقتها؟ بص على مين؟ ما اجيب لهم جوزين حمام وكوارع احسن يا ماما، والنبي الله يرضى عليك سيبينا نام، والنبي. حد يسيب اخته في يوم زي ده عشان نايم؟ هو انا كنت نايم مع واحده؟ توتر ليه الادب؟ طب خلاص حقك عليا، روحي وانا هغير واجي وراكي. يلا. على طول يا مازن. اه.
مستحيل اللي انت بتقوله ده يا علي. وهي هتنصب عليا في ايه بس؟ نصبت عليك في الشبكه اللي بنص مليون جنيه يا ياسر، هو ده هدفها؟ نص مليون جنيه انت كمان؟ ده انا كنت كل حاجه بمتلكها في الدنيا دي تحت امرها، وانا كمان فوق. النصابين ما بيفكروش كده، هي فكرت ازاي تضرب ضربتها وتاخد اللي تقدر عليه وتخلع. لو زي ما انت بتقول كده يبقى انا اتنصب عليا في احلى سنه في عمري. اتنصب عليا في الاحلام اللي حلمناها سوا لبكره. في كل تفصيله لشقتنا رسمناها سوا. اتنصب عليا في مكالمات التليفون اللي بالساعات. في الخروجه الحلوه. في الضحك اللي عمري ما ضحكته مع حد غيرها. أنا اتنصب عليا في حب عمري يا علي. يعني هتغمى عينيك عشان بتحبها؟ شغل عقلك شوية يا ياسر. طب ليه سابت الشقة وسابت الشغل قبل الفرح بيوم؟ مش عارف، مش عارف ومش فاهم ومش مصدق. كل دي طرق كانت بتوقعك بيها. أنا معاك إن سنة كتير، كتير قوي. بس الله أعلم هي كانت بتعمل كده مع كام واحد في نفس الوقت. علي، عشا مش ممكن تكون كده. أنت أقوى من كده يا ياسر. مش ضربة زي دي اللي هتوقعك. عندك شغل كتير ومصاير ناس كتير مرتبطة بيك. فوق، انسى وكمل حياتك. حياتي؟ وانا حياتي ليها معنى من غيرها علي. السلام عليكم. السلام عليكم حاج. لا 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 لا، اللي عامل فيك كده الصبر. اتفضل يا حاج. ايه ده؟ ده مفتاح الأوضة بتاعتك. معصلك ولا إيه؟ لا يا حاج، مش مسألة معصلة، بس أنا مش هعرف أقعد في الأوضة دي تاني. في واحدة ست على السطوح يا حاج مرمطتني واتهمتني في سرقة فرخ ومسحت بيا بلاط السطوح. أنت بتضحك يا حاج؟ بقول لك مرمطتني ومسحت بيا بلاط السطوح. يا راجل عيب عليك، بلاش خيابة، خد المفتاح. بقول ايه يا خرفانه زي دي تعمل فيك كده عشان ارشم الحيطه انا والواد ابني؟ يا راجل ده انت في السجن اتعملت مع اللبش كله، تيجي وليه تايه منها زي دي تضايقك عشان تطفشك؟ عيب عيب، خد المفتاح لحسن وعزة جلال الله. ازعل منك اليوب؟ شيل المفتاح، عيب ما يصحش. انشف انشف كده، صبر شويه. ماشي حق. انت بتدخني؟ بتعلم. طب عايز ايه عشان مش فاضي؟ طب قوم نتكلم في السكه، الطريق من هنا لحد ملك التجمع الخامس هياخد وقت. ملك؟ انت مالك دلوقتي ومال ملك؟ وتعرفي منين انها ساكنه في التجمع الخامس؟ التجمع الخامس الحي الثاني عماره 46 الدور الثالث، الشقه اللي على اليمين. انت عايزه ايه يا سندي؟ انا مش عايزه حاجه لنفسي، انا عايزه حق ابني. من حقه يلاقي ابوه جنبه يربيه زي ما ملك لقيت ابوه. انت هتمثلي عليا فيلم عندي. انت عارفه كويس قوي ان انا جواز مش هتجوز. هرفع عليك قضيه نسب وهجرسك في الجرايد. سكه طويله ومش مضمونه، وعالم اخرتها هتبقى سمعتك زي السفت. انت عارفه الناس ما بتبصش للراجل، بتبص للست اللي بتغلط. خلاص يبقى اروح لملك واشوف لو يرضيها ان اخوها يتربى في الشارع. ساندي، او اروح لليلى شركه التامين اللي بتشتغل فيها في شارع مصدق في الدقي، واقول لها قدام الشركه كلها انا حامل من جوزك، وابقى فشيت غلي منك. انت عايزه كام وتنزلي اللي في بطنك؟ وبرضو الفلوس هتفش غلك. فلوس؟ ولا كنوز الدنيا تخليني اقتل ابني يا عاصم؟ 100,000 جنيه كويس؟ انت بتحلم ولا فاكرني عبيطه؟ انا ليا حق زي ما ليلى ليها حق بالظبط. كام يعني؟ 2 مليون جنيه، وده اقل كتير من حقي. انت اتجننتي؟ 2 مليون جنيه ليه؟ احسبها. هو لو اللي في بطني ده طلع ولد مش هيبقى ليه قد ملك مرتين؟ ده بعد عمر طويل طبعا يا روحي. أظن كل حاجة حصلت بينا كانت برضاكي، وأنت اللي كنت بتجري ورايا، ولا نسيتي؟ 48 ساعة، لو الفلوس ما كانتش عندي هتصل بيك عشان أشوف تحب نبدأ منين؟ التجمع الخامس ولا الدقي ولا الفيلا ولا عندك في العيادة ده؟ باي باي يا روحي. أنا قلت له 100 مرة يا علي، أنا مش مرتاحة للبنت دي، لا لطريقتها ولا لغموضها ولا لحكاية إنها ملهاش أهل. ساب نفسه لغايه ما غرق. انا اقنعته ان البنت دي نصاب، بس انت عارفه الجرح جامد شويه على ياسر. انا شخصيا لو مكانه اكيد كنت هكون زيه. ياسر بيحب يا فريده، ولا انت ما تعرفيش الحب؟ ما تقلقش،
انت عمرك ما هتكون زيه. الطريقه اللي بيحب بيها آسر دي خلصت من زمان، ما بتشوفهاش غير في الافلام. هو فين دلوقتي؟ في المكتب، بقيت هناك من امبارح. اكيد مش عايز يروح الشقه عشان كل حاجه هتفكره هناك بعشق. خلاص قول له يرجع يقعد عندي في البيت، نومته في المكتب دي مش لطيفه. حاضر، بس بشرط. شرط ايه بقى ان شاء الله؟ شرط بسيط خالص، يا ريت ما تكلمهوش في الموضوع ده دلوقتي، اعتبريه تعبان ومحتاج وقت يتعالج. هو حر، انا غلطانه ان انا خايفه عليه. ما تخافيش يا فريده، عموما انا كنت جاي حابب اني اطمنك عليه، وعلشان كمان اقدم لك دي. ايه دي؟ شفتها عجبتني قلت اجيبها لك. علي، لا الظرف ولا المكان مناسب للهدايا. الهدايا ملهاش وقت يا فريده، وبعدين انا كنت ناوي اقدمها لك بعد الفرح، بس للاسف حصل اللي حصل. محدش بيروح الصباحيه غير ابو العروسه وامها بس. ليه ان شاء الله؟ ده انا في صباحيتي جالي اكتر من 50 نفر، كان اي حد يعدي قدام البيت يطلع يصبح ويمشي. يا ماما كنت عايزانا نروح نعمل ايه يعني؟ هو انا ناقصه اهرى اروح اتفرج على ملك يوم صباحيتها وهي عامله نفسها مكسوفه؟ بركه انها جت منهم. خلاص يا حبيبتي ما بقاش فيه الكلام ده، الكلام ده كان زمان. الزيطه دي الاهل واهل الاهل يروحوا يزوروا الناس الهاي كلاس، ما بقوش كده. الناس الهاي كلاس؟ اقعد انت يا اختي تمحلس لهم كده. ايوه يا اختي بتمحلس لهم، مش احسن ما ابقى ناطحه بقروني؟ انا كلها كام شهر وهخلص جامعتي، وهحتاج ملك علشان تشغلني معاها في المحطه اللي هي بتشتغل فيها، وبعدها بكام شهر هتجوز ميزي. مش نخلص بقى من عيشه المقرفه بتاعتكم دي. نصح يا بنت وتعليم من اختك الصغيره، ما تعرفيش تعملي في الوش مرايه وفي القفص اللايه. اهي لسه ما خلصتش جامعه وظبطت شغلانه سوق وجوازه تقيله، بس اقول ايه؟ ما انت طالعه خايبه لاخوك عمر، بدل ما يبعت لنا وينغنغنا منفضنا ومخلينا على الحديد قبل ما يسافر. لو حياتك انا مش طالعه لاخويا عمر، اخويا عمر سافر وظبط نفسه. شوف انت نفسك عايشه ازاي وساكنه فين، وشوفي اختك ليلى عايشه ازاي وساكنه فين. انا لو طالعه فقريه يبقى طالعه فقريه ليك انت. انا فقريه يا بنت الفقريه؟ معلش يا ماما. ها معلش، لسانك ده اللي هيجيب اجلك ان شاء الله يا حبيبتي. وانا هو انت اهو. هدي نفسك يا لهوي، هدي نفسك، هدي نفسك يا حبيبتي، ضغطك يعلى. والله موكا، مالك؟ مالك؟ موكا؟ ملك يا ملك، ملك ما تظهر يا عاصم شويه، يمكن نايمين ولا حاجه. معقوله لحد دلوقتي؟ مش هرسلني يا عاصم. عرسان يعني ما يفتحوش؟ صباح الفل يا عريس. مبروك. ايه ده كل ده نوم؟ شكلكم خسرتوا جامد ولا ايه؟ حبيبي يا طارق، صباحيه مباركه. الله يبارك فيك. يلا انك تحطي الحاجات في المطبخ على ما اطمن على ملك. موكا موكا ملك موكا